خلونا نخرج فاصل، وبعد الفاصل هنسمع التسجيل اللي خصنا بيه الأستاذ هلال كامل وبيكشف فيه عن تفاصيل قضية فساد جديدة. فاصل ونرجع لي. ربنا يحفظك يا هلال، عملت اللي أنا ما قدرتش أعمله. بقى ثابت منتج الفيلم والميسيو الممول الخفي. لا يا أستاذ هلال، دراز ما يعرفش أن أنا مصدر التمويل للجريدة. بقى ثابت ده هو المنتج اللي كان عايز يعمل فيلم ينشر فيه الشذوذ الفكري، والرقابة منعته. الغريب أن الحكومة بدل ما تعاقبه عينته رئيس جهاز السيما. أنت إزاي تدخل عليا من غير استئذاني؟ اتفضل معنا. طب تعالى نتفق، انا هسيبك تنشر المقال اللي انت سلمته للدراسه، وكل اللي هتعمله بدل ما تكتب شين حا هتزود نقطه وتكتب شين خا. اه بس كده الناس هتفتكر ان احنا نقصد شوقي خيري رئيس حزب الحياه. تبقى الناس نيتها وحشه قوي. اه يا سميح، وبعدين انا عرفت ان هو هيرشح نفسه في الانتخابات، يعني هيزاحمنا في الاصوات، يبقى نرتاح منه ونخلص. يعني اللي مطلوب مني ان انا احط نقطه فوق الحق. بالظبط كده، وشوف المبلغ اللي انت عايزه، وانا بقدر اللي بيقف في ظهري. 1,000,000 جنيه وتغير الحرف. اغير حرف بمليون جنيه بس؟ انتوا ما تعرفوش سر الحرف بقى بكام في السوق دلوقتي. نخليهم 3,000,000. ابيع ضميري عشان 3,000,000. 5,000,000 جنيه. افتكر كده كويس قوي. انا مش هكسر كلام بقى. شهاب بيه، شهاب بيه. حسن، حسن. أمر يا فندم. انا لازم اسافر حالا، احجز طياره على اي بلد. تحت امر سعد. خمسة مليون جنيه. أفتكر كده كويس قوي. أنا مش هكسر كلام بقى. الله يخرب بيتك يا هلال.